دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار ملزم لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية في 26 من يناير الماضي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. وجاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بشأن استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.